لو الحكاية فيها إن فيجو. مساء الخير، أنا اسمي فاطمة السباعي، مدير عام في شركة الكهرباء. إحنا كلنا نازلين نقول نعمل التشطيب، وأنا بتكلم بالنيابة عن نفسي وكل العاملين في جنوب سيناء وقطاع الكهرباء بالخصوص. قالوا لنا نعمل التشطيب عشان الاقتصاد يتحسن، علشان حالة الأمنية اللي كانت فيها البلد تتحسن، علشان مجال السياحة يتحسن، لأن كل ده أثر على دخلنا في قطاع الكهرباء، دخل أثر على دخلنا في قطاع السياحة، أثر على دخلنا في اقتصاد البلد. فعشان كده إحنا كلنا لازم نقول نعمل الدستور.